السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، اليوم نطرق لواحد الموضوع اللي كل الأسر المغربية والأسر العربية تترافد المسألة. كنا صغار أو الآباء ديالنا أو الوالدين ديالنا تسيبوا واحد الكتاب مكتوب في ورقة هكذا بطلاسيم بآيات بجداول مثلث مربع مخمس مسدس مسبع، يعني تقاف ترجيم عكس بغضال فراق طلاق سقام مرض الساحر علي لعنة الله والساحرة أو ذيك الكهانة أو ذيك الكهان أو ذيك شو الغرض ديالو من ذيك الجدول، وتيسيبو الإنسان وتيتبول عليه تقول راه غيتبطل. إن فوا أخي أختي ديك اللحظة اللي تتبول عليه تتركب بذوك الخدام ديالو تكونوا شياطين، لأن بعض المرات يكون ذاك الساحر كاتب ذاك الكتاب بالقرآن بالمقلوب ومدنس آيات الله علي لعنة الله والملائكة الزمان باش يخدموا إبليس، وإن فوا تيك اللحظة تخدم هذيك العمليه تاع صافي الله تخدموا داك الشيطان بداك الكتاب تيرضيه تدخل الكفر وتدخل الشرك وتخدموا داك الخادم. لهذا الا صتوا على الكتاب ديروا فيه العرعار، ديروا فيه الخزامه، ديروا فيه الملح، ديروا فيه السدر. راه ذكرت انا هذا المواد في واحد السر كما علمونا الشيوخ في الزوايا رحمهم الله وجعلهم اهل الجنان، علمونا واحد العلم تنفيدوا به الناس. ثم اقرا عليك وماء ديال البئر، ثم اقرا لي آية الكرسي 21 مرة وديك شي مكان طاهر ولوحو شي مكان اللي ما يكونش الرجل تدوز فيه، يكونش البشر تدوز منه بعيد. ثم شد الكتاب وحرقو، ملي هذيك الورقة غادي تذوب في هذاك الماء حرقو هذيك الساعة. ولا تنساو الاشتراك والدعم والاشتراك في القناة في اليوتيوب ودعمونا وبارطاجيو هادشي اللي تنبغيو حنا غير مرضات الله وإفادة الناس.